السلام عليكم خوتي، براهيم باسمي من المونديال كوم دابيتود. خوتي براهيم باسمي، اليوم حبيت خوتي نزيد ندير نوتر ميساج للمسؤولين تاع بومرداس باش نتكلم على هذوك الجماعه اللي داروا ايزون بارطاجين فيديو قالوا بلي هما اللي فونداو لا بوكس بومرداس، هما اللي يكونوا بومرداس، هما اللي خرجوا. لا لا يا غلطيني خوتي، ماشي هما، هو براهيم باسمي. براهيم باسمي اللي تعب، اللي خلق لك لا سال بومرداس في 1200، تعبت عليها وخرجت قلبي عليها وخرجت دي شامبيون الجيري، لي جنديه، لي ولاد عماره، لي محامي، كلهم جابوا نيكول في بورداس، لي فرحوني وشرفوني. واليوم وكذلك عاونت بعض اللي دعموا مرحوم بلي دي زونترينور جاو لعندي وبكاو لي وشكاو لي وقالوا لي بلي رماونا ناس بوداو وحقرونا ناس بوداو، جبتهم ودخلتهم معايا في لا سيكسيون. يا غير كذب، ما حرقوا ما حقروا ما حتى حاجه، غير خرطي برك بها فني. دخلت ولعب لي لعبه، اسني انا اللي كان عندي مشاكل عائلي، رحت قلت له اسني لا سال اني نتغيب واحد السمانه، راح شكل بيا قال لهم، راح شكل البلديه وقال لهم لا يسب فيكم ولا يقول كذب عليكم ولا يقول لكم هكذا وكذا، باش غلقوا لي صاله، وغلقوا لي صاله، غلقوا لي صاله، وسي محمد هو اللي سديها، ولا هو المسؤول، ولا هو كل شيء. واليوم مازال يتكلموا، مازال يتكلموا يقولوا بلي احنا. لا لا يا خوتي غاطين، باسمي ابراهيم اللي راني محقور، راني في امريكا، راني نادي بلادي، كل يوم نادي بلادي باش نجي ندخل بلادي ونستثمر في بلادي مع خوتي، نعاود نرجع للبومدرس تاعي ولا البودو ديالي، نعاود نكون بيبينيار ونجي نفرح مع ولد بلادي. لكن هما غلقوا لي البيبان، علاش غلقوا لي البيبان؟ من 1990 وانا دوسي تاعي في المناجم في الولايه، وجيت اون 2023 قالوا لي بلي الدوسي تاعك راه مقبول، الدوسي تاعك راه مقبول، وراه بقات غير لا سيناتور تاع لا كوميسيون، مازال ما استناوش. دونك يا خوتي مازال نقابل ونستناو، كيما قال لاهور اللي يحب بلادي ونحب نطور بلادي ونحب نجيب ان بلوس بلادي. لكن بعض المخربين اللي دعموا روحهم دي زونترينور راهم جايبينها مورايا وراهم يغلقوا في البيبان. نطلب من خوتي المسؤولين، من الست الواليه اللي كانت تسمع فيا، ربي يحفظك ان شاء الله. شوف الملف تاعي اللي راه في الولايه بومدرس، هذه من الف من المسؤول جهه الهاشمي لا يذكر على خير، اللي طالي لاغريمون، طالي الموافقه باش ندير سالي اكاديمي. دونك لليوم مازال نبكي ونشتكي. دونك يا خوتي، هو ابراهيم يسلم عليكم من المونتاج ويقول لكم صحه ورمضاكم صحه عيدكم ان شاء الله بالصحه، ولنا وان شاء الله تصوموا بالصحه وهنا، وان شاء الله ولد فاميليا اللي كان ولد فاميليا يسمع فيني، يسمع هذا الميلاد تاعي، يبارطاجي لي لا فيديو باش تلحق عند الوليه ان شاء الله باش تجاوبني، ولا المينيست دو لاجون دو سبور اللي خوكم ابراهيم رب بوثق تاعو كلهم بري، راه كما قال الاخر قالوا لي دير ان بلان، درت ان بلان، خلصت ان بلان، درت ان بلان، ودرت كل شيء، الملف تاعي كل شيء راه في المنجم. وانا نستنى خوتي، نستنى خوتي كل يوم هكذا. وحلفت قلت لكم والله يا خوتي، والله ما نسكت غير لامت، والله ما نسكت غير لامت، باسكو هذه حقره، حقروني اللي ما يخافوش ربي. الحمد لله كاين ولاد فاميليا ان شاء الله اللي راهم يتصلوا بيا وراهم يكرجوا فيا، تولي في كما قال الاخر في الكوراج، وفي باش نكمل ما نديكوراجيش. دونك ان شاء الله انا ثاني وعدهم بلي خوتي ان شاء الله نشرف بلادي، وان شاء الله الا كانت الاكاديميه نجحت لي ان شاء الله ونجي لبلادي، ان شاء الله نديروا التبادل ان شاء الله مع لي زامريكان، ونديروا التبادل مع لي زوروبيان، ونديروا التبادل مع لي زافريكان. وهذا وعد مع خوكم ابراهيم اللي راني الحمد لله دخلوا لاباج ديالي، شوفوا البالمارس ديالي، شوفوا واش من الابطال اللي فرماهم اللي راهم دي شامبيون دي موند، الان راهم دي شامبيون دي موند ماجور. دونك ماذا بيا ان شاء الله ندير هذا الشيء اللي درته في امريكا ان شاء الله نديره في بلادي، اكبر ان شاء الله. دونك يا خوتي بارطاجوا هذه لا فيديو ان شاء الله توصل للمسؤولين اللي باش نخبرهم، نقول لهم يا خوتي راني محقور، محقرني ولد بومرداس، حاش اللي ما سلاش، ولد بودو ثاني كذلك، ثاني حاش اللي ما سلاش، وربي ان شاء الله يجيب بخير ان شاء الله.
ونجد فيربي ما خافش يعني في رمضان، يبقى انا في رمضان يعني صار في الصاله ديالي قاعد صاله، يعني في رمضان ما عندي ما ندعي لهم نقول لهم اللي دار لي حاجه ربي كيلو كيلو ربي يخلص ان شاء الله. السلام عليكم خوتي، تسليم حارة ان شاء الله، وعيدكم مبارك ورمضانكم مبارك ان شاء الله يا رب بالصحه والهنا. السلام عليكم خوتي، ربي يجيب الخير ان شاء الله. السلام عليكم.